with determination, hope, and ambition. And continuing the same approach and journey for the fourth consecutive year, the Department of Palestinian Affairs, in cooperation with the Japan International Cooperation Agency, continues to launch the second phase of this project, in which there are two pillars: wage employment and self-employment. The project aims at increasing the awareness of women in Palestinian refugee camps regarding the importance of joining the labor market to improve the standard of living for themselves and their families. كثير من المشاعر الشك والخوف كانت تعترينا انه على مدى نجاح هذا المشروع هل يمكن ان نحقق هناك انجازات مهمه في التشغيل المباشر والتشغيل الذاتي للنساء في المخيمات كان هذا سؤال كبير بالنسبه لنا وكان هناك تحدي انه هل نستطيع تجاوز كثير من العقبات التي ممكن ان تعترض هذا المشروع النتائج التي حصلنا عليها في المرحله الاولى من المشروع والتي دامت 3 سنوات كانت نتائج مبشره بالخير وايجابيه جدا وادت الى نقله نوعيه سواء كان على صعيد الاسر او على صعيد السيدات منذ نجاح المرحله السابقه من المشروع حوالي 1500 شاب وفتاه بدوا العمل في مصانع والشركات من خلال برنامج التشغيل المباشر. من جهة أخرى، حوالي 800 سائدة تدربوا في برنامج التشغيل الذاتي في المرحلة الأولى من المشروع. شملت فقط 4 مخيمات، ولكن في المرحلة الثانية قررت جايكا ودائرة توصيل المشروع إلى 5 مخيمات من خلال التدريب الجوار. Rana is 22 years old. Starting to work in one of the factories was a turning point in her life towards self-independence after she suffered from feelings of emptiness and isolation being closed in at home. تعرفت على برنامج تدريب التشغيل المهني عن طريق انه موجود بالمخيم واحنا من سكان اهالي المخيم هم بيوفروا شغل للشباب والبنات الموجودين باهالي المخيم موجودين بالمخيم فطبعا رحت انا قدمت طلب عندهم فاول فرصه تاحت لهم انه في عمل اتصل على الارقام الموجوده عندهم اول ما جيت هنا على الشغل حسيت برهبه إنه لأول مرة إنه بفوت بعمل علموني المهندسين فزال الخوف من عندي فبلشت بالعمل وحسيت إنه أنا قادر إن أعمل إشي إنه أنتج إشي أصنع إشي للبلد وإنه أنا بستفيد لإلي فكل يوم التاني عم بتزيد خبرتي وكان عم بتزيد قدرتي إني أستطيع إن أساوي مهارات اتصالات بالحولي الموجودين هون أن أتناقش معهم بأسلوب العمل بأي شيء تقوّت شخصيتي طبعاً من تقييمهم لإلي حطوني على مرحلة وسلموني أنه هاي مسؤولة مني المرحلة وأنا كنت قدها ومن ناحية المادة أول 3 شهور كنت فايتة على 150 بعدين بتثبيت صار 160 قبل شهرين صحت لي زيادة 15 دينار فهلأ صار المجموع كله 175 مع الضمان الاجتماعي ومواصلات مؤمنة تغيرت من بعد ما اشتغلت وأول راتب أخذته إنه صرت ألبي حاجاتي وكمان إنه في كان مواد كهربائية كنا إحنا بحاجة لإلها من ناحية ممكن كنت أساعد الوالدة بالدواء من ناحية إلي يعني من ملابس أكون أنا أشتريها إنه أكون مشعل على أي حد إنه أنا بكسب مال إنه أنا بشتري مني بإيدي من ناحية التشغيل المباشر هناك في كان ديمومة للسيدات العاملات في هذه المصانع لفترات مقبولة وجيدة من ناحية المشاريع الإنتاجية كان في هناك ديمومة لأغلب هذه المشاريع التي عملنا على إنجازها وهناك طلب باستكمال هذه المشاريع والتوسع فيها On the other hand, Umm Hazem, a housewife and a mother of 5 children, joined the journey from the start when the self-employment project was first launched, and she has been rewarded for her efforts and efficiency with training and new projects offered by the Training and Employment Center, which is aimed to produce productive individuals.
أنا في برنامج عنا من 5 سنوات، كانت بدايتي مع عنا مركز التدريب عنا في دورة عنا المشروم اللي هي دورة الفطر، وسبب عنا إثبات عنا نجاحي ألحقوني المركز عنا بباقي الدورات، من ضمنها عنا دورة عنا العطور ودورة المنظفات، وكانت آخر دورة عنا اللي هي دورة الكريمات. يعني كان اعتماد عنا كلي على دورات عنا الفطر والمنظفات عنا والعطور، حتى يعني أفراد أسرتي كانوا من الناس اللي بيساعدوني، يعني كانوا يعرفوا أنه هذا هو مصدر الدخل الأساسي للبيت. بالنسبة للدخل من المشاريع، ساعد على إنهاء دراسة عنا بنتي الكبيرة، بالتالي عنا صارت عنا فرد منتج في الأسرة، بالإضافة لتغطية عنا نفقات عنا باقي أفراد الأسرة من مواصلات عنا بالنسبة للجامعات أو مصاريفهم عنا الدراسية، عنا شراء عنا بعض الملابس، مساعدة في مصاريف عنا البيت. فكرت عنا بآلية معينة، من آخر الآليات اللي فكرت فيها أني أنا عملت عنا برنامج كامل على الكمبيوتر بالنسبة لدورة الفطر. أي مصدر بأمني دخل لأسرتي أنا أبحث عن أن أزيد دخل عنا أسرتي، من هنا لما عنا يعني يصيروا عنا أفراد عنا منتجين. في عنا ستات أخذوا دورتين وثلاث دورات وأربع دورات، لكن أساس الاختيار دائما هو نجاح الست. اثنين، الست برضو بدها تقنع المركز أني أنا عندي نشاط وعندي إرادة أني أنا أستمر بدورات تدريبية أخرى مع التزام عدم إهمال الدورات الثانية. أولها أنا الحمد لله حبيت الفكرة كثير وكنت متشجعة إلها، بس لقيت شوية معارضة من زوجي، يعني حكى لي هاي حكي فاضي ومش رح تنجحي فيها. فحكيت له فعلا أنا بدي آيس وبدي أشوف، يعني بدي أجرب، من كثر الوضع ما كان سيء معي عن جد كنت يعني بدي أعمل أي عمل اللي أحسن وضعي فيه. والحمد لله رحت أخذت الدورة والحمد لله رب العالمين. أولها حتى يعني كان هو متردد، بس صار هو نفسه يساعدني، يعني بعض الأحيان يساعدني في الشغل، الحمد لله لحد الآن إيدي وإيده يعني بيساعدني كثير فيها والله. والحمد لله يوم أخذت دورة العطور الحمد لله عملت تحسين كثير في ظروف المادية، يعني هساعد ابني السنة هاي توجيهي، يعني بحط له دروس خصوصي للإنجليزي وللرياضيات، ويعني الحمد لله على طول يعني بدفع، ما بخلي يتراكم عليه أي قسط، وكل هذا الحمد لله من ناتج العطور. الحمد لله يعني كثير كثير حسن وضعي يعني، والحمد لله صار كل شيء بدي أي أجيبه لبيتي بلاكيه. This success in the project has been accompanied by continued support and follow-up by the training and employment centers in order to urge the participants to continue their project by offering them facilities, consultancy, and incentive system for creative participants. الهدف العام عندنا احنا زيادة دخل الست. هلا انا بتابعها لحتى نحرص على هذا الهدف انه تحقق. اثنين، انه في عنا تحفيزات اخرى للسيدة الخريجة من عنا انه تستفيد منها. ممكن الست تواجه مشاكل فنية بالمنتج نفسه، ممكن يعني هلا بعد احنا ما اعطيناها المواد الاولية بدها تصير هي تشتري المواد الاولية، ممكن ما تاخذ المواد الاولية بنفس جودة المواد اللي اخذتها من المركز، وبالتالي المنتج ما رح يطلع عندها بنفس الجودة اللي كانت تشتغل فيها سابقا. فبنحاول بقدر الامكان انه نتساعد معاها، نأمن لها المواد الاولية نفس الجودة بنفس المكان اللي احنا كمراكز بنأمنها فيها. ايضا ممكن يصير معها مشاكل تسويقية، هون دورنا ننقل خبرات الخريجات الناجحات بالتسويق ومنزودها كمعلومات للستات اللي ممكن يواجهوا مشاكل بالتسويق. Floundering between the difficulties of life and fate is what Umm Munzir and her husband have been facing due to their increasing debts and visually impaired child until she joined the training and employment center in the Souf camp to support her family and face a new destiny. أنا طبعاً ست يعني طبعاً بسيطة، يعني بسمع إنه المركز التدريب بيعمل دورات، كانت أول دورة هي تربية الأرانب، ساهموا معنا أعطونا ذكر وأنثى وصندوق وحاضنة للأنثى. أنا وزوجي حاولنا إحنا يعني نكبر المشروع، قعدت تقريباً أول 8 شهور ما أستفيد منهم، بالعكس أعطي عشان أنا أخذ الثمرة، صرت أخذ وأبيع. حتى كمان انه يعني يجي الناس ياخذوا يطلبوا للاكل، لحد درجه ان احنا كنت انا وزوجي نذبح ونسلخ وننظف ونعطي. قبل كان يجي اي عيد من عيد الاضحى والفطر ما كنت اقدر اشتري ملابس لاولادي، صرت اشتري لهم احلى لبس اجيب لهم الحمد لله، وما تفرق معي السعر، لحد ما المركز اختارني لدوره ثانيه اللي هي دوره العطور. طبعا دوره العطور اجتني في وقت
بمس الحاجة إلها. طبعا أنا خلفت ابني الصغير آخر إشي، أجاني ضرير بشوفش، دخلت في جمعيات عشان أقدر أعالج ابني اللي كان ضرير، والحمد لله ربنا جبل بخاطرنا وابني رجع له نظره. وضعنا بقى كثير يعني سيء لغاية يعني سنة 2009، بقت سنة أنا سميتها تسونامي بالنسبة إلي. الشريعة اللي أخذتنا منذر بالمشغل التدريب والتشغيل كثير فادنا ونفعنا وسدن عنا مبالغ مش سهلة، يعني أرقام بالألاف. يعني لما أجا كشف علي المركز وشاف المركز مشروعي وإني يعني جادة في المشاريع، فاختارني لدورة، دورة الكريمات. In order to expand and diversify its training programs to attract the maximum number of beneficiaries and to create a competitive market, the training and employment centers of the Department of Palestinian Affairs and the Japan International Cooperation Agency followed several strategies, such as introducing new types of training programs, including manufacturing body care creams, hand disinfectants, and incense. Additionally, new camps which had not had the chance to participate in the past were included in this program. الهدف من ذلك هو زيادة عدد المستفيدين، والمشروع أصلا موجه للعاطلين عن العمل من الذكور والإناث، واللي بشكله حالة فقر في هاي المخيمات. محور آخر تم دراسته بشكل جيد بتأمين الخريجات بالمواد الأولية من خلال تخزين هذه المواد في مراكز التدريب وتمكين المتدربة المتخرجة من الحصول على هاي المواد بكل سهولة ويسر وبأسعار زهيدة. هذا بالنسبة للتشغيل الذاتي. بالنسبة إلى التشغيل المباشر، يقوم فريق العمل بزيارات ميدانية متكررة إلى المصانع والشركات المحيطة في المخيمات ليتم الاطلاع على فرص العمل المتوفرة في هذه الشركات أو هذه المصانع، ويتم توفيق هذه الفرص مع الذين يتقدمون بطلبات للعمل إلى مراكز التدريب في المخيمات ليتم توظيفهم في هذه الشركات ومتابعتهم. أنا حب أخذ دورة البخور على أساس أن أكون شاملة جميع فئات المجتمع، يعني اللي بحب العطر الزيتي أعطيه، واللي بحب البخور والدهن العود برضو أعطيه. بدها الست تأخذ بعين الاعتبار أنه الدورة الثانية اللي بدها تأخذها بدها تكون منتج جديد، منتج له تسويق، التنويع، والتنويع بالمنافسة، بمعنى أنه مش كل المنطقة اللي هي ساكن فيها بتبيع عطور، لأنه هي رح أول إشي رح تأثر على سعر المنتج، رح ينزل السعر. اثنين، سهولة تسويقه بالنسبة لها، هل هو فعلا سهل أنه تسوق له بشكل ناجح مثل الدورة الأولى؟ لأنه مش الغاية أني أنا تأخذ الست عندي أربع دورات وبالنهاية باجي للمتابعة بلاقيها ناجحة بدورة واحدة. العمل هو شيء مقدس، يجب أن يكون حافز لكل إنسان، أن يكون هذا العنوان الرئيسي لمهامه اليومية بشكل يعني حثيث وبشكل متواصل. الشغل مش بس للناس اللي محتاجين عنا يعني العمل، لا، الشغل عنا عبادة وإثبات عنا ذات، وبالعكس عنا يعني بحس عنا تميز الإنسان عن اللي بتفرد عن غيره. بدل ما الإنسان يلجأ مثلا يقول لفلان أعطيني، لا، ذاكي إله مصدر اللي يقدر يعيش منه. أجمل ما في الحياة أن يستطيع الإنسان أن يقول خذ أفضل من أن يقول أعطيني.